عشان الدنيا تفتح. يلا تتا خلصني. دوري صح؟ دوني انا عارف اعمل دوني. كمان هنا تتا. تتا. ايوه. انت. اهو. خد الفضل. واحدة ليا. اه. وواحدة ليك. بس بعد ما سجلهم في الشهر الوكاري. يا اخي امال ليه بيقولوا عليك ان انت راجل وسخ وسيء السمعة كده و... مين اللي بيقول كده؟ الحته كلها بتتكلم عليك بتقول انت اوسخ راجل وازمه الواحد في المنطقه. انت عمال تلوك معاه في ايه؟ خلصت ولا لسه؟ اه لا ما خلاص الراجل موافق وكله مضى وموافق على الرحيل. ارحل يا تتح. ايوه ارحل انا اذا كان علينا خلاص انا ممكن ارحل بس يعني طب الواد الغلبان المسكين اللي نايم ده على الترابيزه بقول لك ايه ياما؟ ايه؟ بس سيبوا له الاوضه اللي على السطح والنبي ياما. حنيتي يا موكوسه حسوه. اه اديله الاوضه اللي فوق السطوح. الاوضه دي ايه؟ انت بتقولي ايه يا وليه؟ قولوا له عليك ساعتين وسكتوا يا بعيد حسوه. طيب سخريتها زيده ممكن تديك بالجذبه. هاز المفتاح. هاز المفتاح. ما انت خلاص عرفت ان انت مدرسايا والمعلم راح والمعلم جه ويا دوب سلب وجلابيه طالعه ونازع السن حسوه. ما تصحينا يا ابن القتيل ده. ايوه ما انت ما تصحوش ما تزعجوش الولد. الولد نومه خفيف. واسع يا عم واسع يا عم واسع يا عم. انت هترزع الواد ايه؟ الواد لسه صغير ده. بص نايم عامل ازاي. هازي قوم يا هازي قوم. هادي ايه خير وحيد. يلا حبيبي قوم. هادي انا صح يا ولد. هادي هادي ايه خالو. يلا قوم خاطر عشان خاطر احنا خلاص خدنا الروف الجاردن اللي على السطح. تعالى هادي تعالى خبز شوف شايف ايه ده؟ شوف انت تعرف ومفتاح. في حد في العيله سال مفتاح قبل كده بميداليا؟ ابوك الله يرحمه كان معاه حته حصان في رقبته. إذا شفت يا هادي أسرين راجل كان مزمزع عشان خاطر مش عايز يديني المفتاح. إنما كده خلاص إحنا خدنا. إيه ده يا ولد ده؟ بتلفزيون يا خالي. تلفزيون؟ ده تلفزيون؟ مبطط؟ تلفزيون مبطط؟ أيوة يا خالي. ومواصل للدرجة دي؟ آه. يا خبر أسود. اسمه ليد. ده حديث؟ ده حديث ده؟ ده اللي يدور بده يا خالي. اشتغل. الحق يا خالي ده الثلاجه مليانه اكل. هات كل الطعام فورا جديلا. هادي 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 ايه؟ بص 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 الوليه دي. هم الناس دول بجد وجداني ولا ده تصوير؟ انت عارف لو واحده منهم دخلت في السنة عندنا هنا هت خلاص بص تخرج فاقده الجنسيه. طبعا يا خبر اسود. ايه يعني ثبت؟ احنا هنعيش هنا على طول خالي؟ خلاص احنا هنا عبد الرافق. عارف عبد الرافق؟ قاعدين عبد الرافق بعيد عنك مسمار جحا ودقف قد المكان خلاص. السبع تلاف سنة حضارة بيقولوا لا. عباس الضو بيقول لا. هو الراجل ده ما نزلش للاستفتاء؟ خلاص حد يقول له خلاص خلاص بقت نعم خلاص. هما ال 60 70 سنه دول مش هيعدوا على كده. طيب وقت ساعات طريق. اتفضل يا فنانين. حلاوتك انت يا جميل يا مشخرة. اتفضلوا يا رجاله اتفضلوا يا الف مرحب. جيتنا انس يا معلم. اه سمعوا سمعتكم انتوا روحتكم على الاخر. دول هيتجوزوا هنا برضو؟ يتجوزوا ايه يا اهبل؟ ده انا جاي قعدكوا قاعده كده. روح بس هات لي كوبايتين اجري. تتح تتح انت ده تتح. ايه يا هزي؟ اصحى يا تتح. اعوذ بالله ابليس ومهمة؟ انتوا معتصمين عندي هنا ولا ايه؟ خليك معايا هنا. ايه في ايه يا حاج عصر جاي ليه انت؟ بتعرف تطبل؟ اعرف اطبل؟ اه يعني انت حضرتك جاي تصحيني عشان خاطر تقول لي اعرف اطبل؟ اه لا اسمح لي بقى كده بقى يا معلم حصوة كده خلاص بقى يا عم حصوة. السجاري النافذ بقى ويل ويل هوبا
في ولا في تندر. رص يا اخويا رص رص حسابك معايا بعدين يا هادي. بصلحك يا حنفو. ايه التكاتك اللي جايبه ترقص دي؟ خالي يا خالي خالي ايه يا عايز ايه يا هادي؟ عايز 10 جنيه بس عشان اصور ورق. عندك روح هناك بالبنطلون خد اللي انت عايزه وسيب البنطلون تاني رجعهولي. استنى عندك يا خالي. فيكس خدت اللي انت عايزه؟ لا مش هصورهم، هبقى اقعد اكتبهم النهارده. استنى هنا عندك خلاص خلاص كده هتمسك وهتقعدوا خلاص. انا مقصر معاك في حاجه؟ امسك انت منص وانا منص. السلام يا هادي. صحيح الخال خالد. خالد مين؟ اهلا يا حبايبي. وحشتنا قوي يا استاذ فكري والله. وحشتني يا بوف. ازعجناك بدري كده لولا ان حضرتك قلت ان الميعاد مناسب احنا ما كناش جينا اصلا. ده انا كنت مستنيك وتيجوا بدر عن كده. اتفضلوا خشوا حبيبتي. يا علي مرزاق يا كريم الراجل قلب يا عمارة يعقوبيان. صباح الخير يا تفتح يا ابني. صباحك لبن يا عم فكري. اقول لي يا عم فكري، هو الناس اللي داخله وخارجه عندك دي العيال الصغيره دي بتعمل ايه عندك؟ مين دول؟ دول شباب حلو. شباب حلو؟ سياحه وفنادق. طبعا لازم يبقوا سياحة. حلو يبقى لازم يبقى سياحة على طول. بيجوا عندي بذاكر لهم طبيخ واتيكيت. دروس في طبيخ والاتيكيت؟ ده غير حصة امبارح بتاعت الحشو في المحشي؟ لا الحشو ده أول حصة. الحشو أول حصة داخل ناشف كده من الأول. طيب خلاص نهارك فاسخ ضبه. استنى عندك. إيه عايز إيه؟ مش عندك ثلاثة جوه؟ إيه الكلام اللي أنا سمعته عنك ده؟ كلامي اللي سمعته عنه حاجه ايه اكتر من انا بسمعه عنك؟ ايه خير؟ هو صحيح انت اتنزلت عن شقتك للمعلم حسوه؟ اتنزلت ايه؟ دي استعاره عشان خاطر بنته الموضوعه دي تتستر. استعاره ايه وخيابه ايه؟ ده انت ماضيله على التنازل يا بني ادم. تنازل؟ ده انا ماضيله على حذف 6 شهور من الايجار القديم وكيلو لحمه اسبوعين هيديهولي. ده طلع لي هنا ورهولي. ايه اللي وراهولك ده؟ التنازل يا بني ادم. وكان عايز امضي جنبه شاهد. التنازل شاهد؟ اوعى تكون مضيت على حاجه يا عم فكري. لا انا ما امضيش على حاجه زي كده يا ابني. وبعدين دلوقتي انا خلاص كده كده خلاص خلاص بقيت في المنص راحت كده. اسمع تتح. ايوه يا عم فكري. بقول لك اسمع مش بص يا تتح. انت تنزل تاخد منه التنازل تقطعه وترميه في وشه. أنا آدم مننا بيعيش حياته مرة واحدة بس، لا يعيش راجل لا يعيش طول عمره خروف. يا انت هتهجص قول الكلام ده لنفسك. جاي يا حبايبي. اديهم الرابعة. يا حصوة الكلب. انا هفرغك نفسك. انا عكيس ما تاكليش اتكلي. لو سمحت يا سيدي. ينفع كده يا معلم؟ ابعت الواد يشتري كل لحم بفيلو افتحها عليها كلها شغط وده. اتكل على الله وريني عرض كتفك ما عندناش ترجيع. انا قتيل حق النهارده. قتيل؟ شو بيتك وكيفك يا اخويا؟ رعدوه في التلاجة على مفضله. انت عايز حاجه؟ لا ابدا، اصل في واحد ابن حرام قال لي ان انت كنت عايزني. الهدوء يا سيد المعلمين. بقول لك ايه يا تتح؟ امر يا عم الناس. جالي تعرفيش كلام كده انهم ناويين يخلوني امام المسجد. امام مسجد؟ ليه انت اكتشفت دين جديد ولا حاجه حضرتك؟
مع الفل مع الفل يا عوكسة. لا 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 بص وحياة أمك ما تعملش حاجة وانا هتكذب. حبيبي صبح بقى. خبز هيقدر يعمل أي حاجة؟ خد ياد انت عمر سعادتك. انت مشجل ياد؟ لا حضرتك بص انا خلت ربنا طبيعي. انا مرشد حضرتك بس محدش يعرف. خش جوه في الحاره هتلاقي كل انواع الرذيله موجوده في المكان جوه. هتلاقي اوسخ من وساخ اوسخ حاره على مستوى الخريطه بتاعت مصر موجوده هنا. وعندك واحد جزار واخد بالك انت برضك لسه واخد دلوقتي حالا واحد راجل زبون وحاطه في قلب الثلاجه وهيبيعه ويبيعه ورشاله التسعيره ب 90 جنيه في الحته الحساسه. ايه الحته الحساسه دي؟ الحته الحساسه في نص البطيخه. وعندك الست اللي جايه اللي شبه عنتره بن الشداد دي بتبيع مانجو في قلب الكيس البلاستيك بتاع الخضار. حضرتك امسكوه ارموها في البوكس. فين بقى بيت المعلم حصل؟ بيت المعلم حصل حضرتك سيادتك دعاره بقى معاك. وانت مالك اهلك ما ترد على بص يا بنت الكلب وجليته البلد. فين بيت المعلم حصل؟ وساخه وماله البلد دول حضرتك. رابع عماره على ايدك الشمال. طب خلاص دور. يا ربي ربنا يكرمك ويجعلك بكل خطوه ناس وسخه. الزعم في خدمه السلطه. طب بوزه لما كان نفسي ادخلك يا جامعة الزنجرية. بس هنعمل ايه بقى؟ الحاضر والنصيب. انا ماني الوقت متخرج ومعايا الشهادة الكبيرة وبقيت اكبر عاطل فيك يا مصر. مطول اخبار يا رابع يا رابع. هادي اهرام عدس اهرام اخبار جمهورية. يارا البيتزا يارا البيتزا. قول لحضرتك ايه؟ هو انا ينفع اخش جوه الجامعه وابيع جرايد؟ طبعا ينفع. انت مواطن مصري. اه. ليك حق في البلد دي. ليك في الجامعه، في النيل، في الهرم، في المترو. عشان كده لازم يبقى في بيننا تداول للسلطه بشكل متوازن. انت فاهم؟ لازم نقف مع بعض عشان نعرف نواجه. من حق كل مواطن في البلد دي ان هو يتعايش كيفما شاء، اينما شاء، وقتما شاء. هو حضرتك جابت انقاذ ولا ناديمون؟ شايفينكم. شايفينكم. شايفيننا؟ مين؟ احنا. انتوا بتكونوا عصابه جديده اسمها شايفينكم. تنظيم سري؟ لا 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 تنظيم علني. علني. طب طالما الفضايح كده بص بقى، لو محتاج ملاتوف او قنابل ثمينه للدموع انا تحت امرك. شوف انت اللي انت عايزه ايه. مش احنا. مش احنا؟ دي جابت المعارضه؟ خلاص قعد مش احنا مع شايفينكم. واطلعوا بحلع في الخضر الثعبي يقعد مرتاح. اشوفك في الميدان في جحيم الله. خد تعالى هنا. انت خدتني في تقلبضات كده. انا عايز اخش الجامعه ازاي؟ انت في الجامعه فعلا؟ ايه ده؟ معقول انا في جامعه السنجريه؟ كويس خالص. يبقى كده اتفقنا ان في مجموعه عناصر اساسيه بيحتاج اليها الانسان حتى يشعر بالانتماء ويحس فعلا انه عايش جوه بلده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن ندردش دلوقتي مع بعض واسمع وجهة نظر كل واحد منكم ايه هي العوامل اللي محتاج اليها الانسان حتى يشعر بالمواطنة. اتفضل. الحرية يا دكتور. جميل الحرية. مين تاني؟ اتفضل. من حق كل مواطن انه يمارس حقه الانتخابي بالديمقراطية برضو يا دكتور. كويس جدا. اتفضلي. الانفتاح يا دكتور. لابد من الانفتاح على كل الحضارات وبدون قيود. تبادل ثقافات. كويس. المندهش اللي قاعد جنبك ده ممكن تقول لنا وجهة نظرك؟ انت أنا ساعتك؟ أيوة. انت زملائك بيقولوا ان الانسان العادي اللي عايش في بيئة فقيرة وفي حي شعبي محتاج لعدة عوامل علشان يشعر بالانتماء داخل وطنه. في اللي قال الحرية والديمقراطية والانفتاح على ثقافات العالم الآخر. المواطن محتاج لإيه حتى يشعر بالأمان والانتماء لوطنه؟ أنا بيب